هو شوف الدورة ديت أصلاً دي ما هيش دورة ولا هي مؤتمر، ده عبارة عن ورشة عمل تكاملية تتم لكل أمراض، كل فروع أمراض الكلى. الحقيقة لما جينا فكرنا فيها فكرنا شفنا إيه اللي ناقص في جامعة المنيا، بالتفاهم مع زملائنا الدكتور محمد الشعراوي تبلغنا باللي ناقص، فكل اللي ناقص عنده وكل اللي هو تمناه إحنا حاولنا نحققه. بدأ الموضوع ببرنامج استئصال الغدة الجهاز الرحية، وده موضوع مهم جدا لمرضى الحصول الكلى والنهائي. وصلنا بأخونا الدكتور أحمد حلاوة في جامعة شيبة بالجزيرة، فرحب بالحضور وبنينا نسق لهذا الموضوع بالتناسق. طبعا هو موضوع كبير ومعقد، لكن الحمد لله تم على أحسن مستوى، وتم 12 عملية في جامعة المنيا، وتم تدريب أطقم فنية وطبية وتمريضية على هذا الموضوع، وإن شاء الله يستمر. النقطة الثانية كانت ورشة الذخيرات الكلوية، ودي كانت عبارة عن تعليم أطباء الكلى في جامعة المنيا، عمل الفجعات الكلوية وترتيب الأساطير المستفيدين، وقد تم باستدعاء الأخ الزميل الدكتور محسن الحوصي، الدكتور زغدول جودة، الدكتور محسن من جامعة شيبة بالجزيرة، الدكتور زغدول من مستشفى دمنهور التعليمي، والاثنين على مدار يومين اجروا عينتين كلويتين وتثبيت ثلاث اساطر مستديمه واسطر او كم اسطره مؤقته، وتم التدريب وتم التفاهم على ارسال مجموعه من اطباء جامعه المنيا الى دمنهور للتعليم واستمرار التعليم. وجاء الدكتور كريم سالم وناقشنا ازاي نعمل غرفه تدخلات كلويه، وقد تم التجهيز بالفعل. النقطه الثالثه هي التغذيه العلاجيه. الدكتوره دعاء حامد من المركز القومي للتغذيه جت وقعدت معنا تقريبا الاسبوع كله، قعدت مع اخصائيين التغذيه، قعدت مع التمريض، قعدت مع الاطباء، قعدت مع المرضى. الكتاب الجديد اللي عمله اسم الكلى في مستشفى المنصوره الدولي، الكتاب اتوزع. اما في النهايه اسم لسه بقى كده موضوع الالترا ساوند اللي جه الدكتور معتز من قصر العيني، وبرضه عمل نفس الكلام مع المرضى، وعمل المرضى الكيميائي وعمل التعليم لاطباء الكلى في جامعه المنيا. اسم الكلى في مستشفى المنصوره الدولي الحقيقه كان له الباع الاكبر ليه؟ لان احنا جبنا الاطقم من المنصوره الدولي للتمريض الفنيين والمهندسين، وانا شخصيا جيت لرئيس الاسم هناك، جيت من هناك وقعدنا مع عملنا تنسيق لهذا العمل، عملنا ورش عمل للتمريض، عملنا ورش عمل للفنيين، ورش عمل للاخصائيين التغذيه، عملنا ورش عمل للغسيل الكلى والمستمر. المهم في النهايه دي كانت منظومه وملحمه متكامله تمت على مدار الخمس ايام باستضافه الدكتورين العلميين اللي احنا بنعرفهم. اليوم العلمي هيبدا النهارده بشرح الاجزاء النظريه لكل ورش العمل اللي اتعملت، تثبيت المعلومه العلميه مع المعلومه التطبيقيه اللي تمت. اعتقد ده عمل رائع كما شاهد رئيس الجامعه بالنهايه، ودي ملحمه رائعه. في النهايه انا بشكر الجامعه كلها، من اول معالي رئيس الجامعه للنائب رئيس الدكتور ابو بكر نائب رئيس الجامعه، سياده العميد قسم الكلى، قسم البطنه، قسم الجراحه، مستشفى المسالك، هي مستشفى مؤهل على اعلى مستوى، يعني حاجه بصراحه تشرف جدا. التمريض، العاملين، كل الناس في جامعه المنيا انا بشكرهم شكرا جزيلا، شكرا جزيلا لان هم قبلوا فكره التمريض، خدمه المرضى والحسن الاستضافه، واشكرهم شكرا جزيلا. شكرا.